السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب أولى ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض آخر إجزام اللي هو جنرال إجزام تاني. يلا نبدأ، بسم الله. طيب بيقول لي هنا في نمبر 1، What is the basic standard in classifying Gnostic among Monera؟ ليه بنحط النوستيك من الكينج ده مونيرا؟ هل ذا تايب اوف نيوكليس؟ اه طبعا. ليه؟ لان النيوكليس بتاعت النوستيك بتبقى برو كاريوت او برو كاريوتيك. يعني ايه؟ يعني اولية النواة. يعني ما عندوش نيوكليس، بتبقى النيوكليس بتاعته مش موجودة، والجيناتيك ماتيريال موجودة فين؟ في السيتوبلازم. الجيناتيك ماتيريال موجودة في السيتوبلازم. اما النمبر اوف سيلز لو هو مثلا يونيسيلولر، طب ما عندنا الكينج دام بروتيستا بيبقى فيها يونيسيلولر ليفينج اورجانيزم. لو بريزنس اوف بلاستيد، برضو عندنا الايجولينا مثلا في الكينج دام بروتيستا فيها بلاستيد. ذا ابسنس اوف ميتوكوندريا، معظم اليونيسيلولر ليفينج اورجانيزم اللي موجوده برضو في الكينج دام بروتيستا برضو بيبقى ما فيهاش ميتوكوندريا. فهو التقسيم على حسب نوع النيوكليس اللي هي بروكاريوت. نيجي للكويستشن نمبر 2، بيقول لي اف ا بيور بولد ميل ابير امونج ذا تشيلدرن. لو عندنا هنا في بيور بولد ميل، يعني ايه؟ يعني هو بي بوزيتيف ظهر ما بين الابناء. زين سيرتن ذات، ده بيأكد ان المذر بتاعته سفر فروم هير فولينج. اه طبعا، لان لو المذر بتاعته هير فولينج هتديله الجين اللي هو بي بوزيتيف. حتى لو كان باباه نورمال هير تركيبه مثلا بي بي واخد منه البي، ساعتها برضو الولد هيطلع بولد. طب لو كان الاب بقى بولد، هياخد منه مين؟ البي بوزيتيف. يبقى ممكن الولد يطلع بيور بولد بشرط ان يكون الام بتعاني من الهير فولينج. من المؤشر بولي سيرتن بيأكد ان الام بتعاني من الهير فولينج والاب على الاقل بولد. يعني ما كانش بي بوزيتيف يكون بي بوزيتيف بي، تمام. لكن ذا فازرز هير از نورمال، لا، لانه لو نورمال هياخد منه البي بس زي ما انا قلت، وساعتها كان هيبقى بي بوزيتيف بي. وهو بيسالني في السؤال على بيور، يعني بي بوزيتيف بي بوزيتيف. طب ذا فازر سافر فروم بولدنس، هو لازم الاب يعاني من البولدنس، بس ما ينفعش الاب لوحده يعاني من البولدنس. لان ساعتها مثلا لو قلنا هنعملها هنا في الكراسه، لو قلنا ان الابن اخذ من الاب البي بوزيتيف وكانت الام عنده نورمال هير من اللي هي بي، الام مثلا تركيبها بي بي، فالولد اخذ منها بي، ساعتها التركيب ده هو بولد بس مش بيور زي ما هو عايزه فين في المساله. طب بيقول لي هنا ذا ماذر دازنت هاف ذا بولدنس جين، لازم الام عشان هو يطلع بيور بي بوزيتيف لازم الام تكون هي كمان عندها جين بتاع البولدنس اللي هو بي بوزيتيف. نرجع بقى للكويستشن نمبر 3 نشوف. بيقول لي study the following diagram that represent some of the gametes then answer which of the following cell produce Klinefelter syndrome. طب انا بسأل نفسي، و Klinefelter تركيبه ايه؟ 44 plus XX Y. يبقى انا محتاج ovum تكون 22 plus XX و normal sperm 22 plus Y، يبقى A ودي هتبقى الانسر معايا نمبر A. نيجي لنمبر 4، بيقول لي if you knew that the nucleus of plant ovule contain 15 كروموسوم، الاوفيول البويضة عندها 15 كروموسوم، how many somatic كروموسوم would be in the plant leaf cell؟ اقول له دي سوماتيك. اذا كان الجاميت بيحتوي على 15 فالسوماتيك سيل كلها هتبقى عندها 30 كروموسوم. بس هو مش عايز السوماتيك سيل كلها، هو عايز عدد السوماتيك كروموسوم. لو عايز منك عدد السوماتيك كروموسوم لازم السيرتي دي نعملها ماينس 2. ماينس 2 اللي هم مين؟ الاكس، اللي هم عباره عن اكس اكس اللي بيبقوا ايه؟ 2 6 كروموسوم. يعني سيرتي ماينس 2 هتطلع معايا كام؟ 28. اقولها تاني، هو بيقول لي لو عدد الكروموسوم اللي في الاوفيول بتبقى 15، تمام. طب لو ليف سيل، لو خليه ورقه في نبات هتبقى 30 كروموسوم. بس هو مش عايز الخلايا الجسديه كلها، هو عايز عدد السوماتيك كروموسوم. يبقى لازم تماينس من ال 30 نعمل لهم ماينس 2 اللي هم 2 6 كروموسوم، ويبقى الانسر معايا نمبر بي اللي هي 28، تمام. نيجي الكويستشن 5، بيقول لي which taxonomic level has higher degree of similarity among the living organism، مين اللي فيه درجه التشابه عالية ما بينهم. طيب درجة التشابه العالية دي بتكون موجودة في الجينس ولا الفايلم ولا الكلاس ولا الاوردر؟ اقول له هنا الجينس. ليه؟ لان انا كل ما بنزل في الهرم التصنيفي بلاقي ان عدد الانديفيدوال بيقل، بس درجة التشابه ما بينهم بتزيد. المور بيبقى في مور كومن كاركترستكس، فعشان كده خدنا مين؟ الجينس. نيجي لنمبر 6، بيقول لي study the opposite figure then answer. فيجر بي اللي هو الاميبا is different from figure A عن الايوجلينا، مختلف عنها في ايه؟ في النمبر اوف سيلز، اقول له لا هما الاثنين يونيسيلولار.
The nucleus هما الاثنين eukaryotic عندهم nucleus. The environment هما الاثنين live in water. The way of locomotion احنا عندنا نمبر بي ده بيتحرك باي زيدو بوديا اللي هي الاقدام الكاذبة، اما نمبر ايه ده بيتحرك بالفلاجيلا، فهتبقى الانسر نمبر دي اللي هي way of locomotion. نكمل عندنا هنا نمبر 7 بيقولي which of the following blood groups have the highest number of antigen، عندها اكبر عدد من الانتيجين on the surface of red blood cells. هل الO positive؟ لا دي عندها انتيجين واحد بتاع الR H. هل الA B negative؟ دي عندها two antigen، الانتيجين A والانتيجين B. طب الO negative دي ما عندهاش antigens خالص، zero antigen. الA B positive؟ ايوه، لان الA B positive عنده الانتيجين A والانتيجين B وكمان الانتيجين بتاع الR H، يبقى دي عندها three antigens. طيب نيجي هنا لنمبر 8 بيقول لي what is the percentage of gamete، ايه نسبة الجاميت that carry only one dominant gene in the genetic structure A capital A small B capital B capital. طب لما بيكون عندي اتنين B capital بنلغي واحد، اخد ال A capital مرة مع ال B capital ده جاميت، وال A small مرة مع ال B capital ده جاميت تاني. هو عايز اللي بيحتوي على one dominant gene، طبعا الاول بيحتوي على two dominant gene، ده هو اللي بيحتوي على one dominant gene، يبقى اللي بيحتوي على one dominant gene ده نسبته كام؟ ده واحد من اتنين، يعني نسبته 50% النص. تمام. طيب نيجي بعد كده الكويشن نمبر 9 بيقولي which of the following plants doesn't have flowers but have seed، مين ما عندهاش flower بس عندها seed، حاجة من الجيمنوسبير. مين؟ البي ده دايكوت بلانت، الباين الباين النبات الصنوبر ده من الجيمنوسبير اللي ما بيكونش عندها فلاور بس بتقدر تكون سيد، لان هي بتمتلك كونز ميل اند فيميل كونز. اما الريشيا ولا عندها سيد ولا عندها فلاور، البالم طبعا من المونوكوت بيكون فلاور وسيد. نيجي الكويستشن نمبر 10 بيقول لي وين كروسنج تو فلاورنج بي بلانت، اتنين من النباتات اللي هي بسله الزهور، بيقول لي هوز جينو تايب ار اي كابيتال سمول بي كابيتال بي كابيتال مع اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي سمول. بيقول لي the percentage of the resulting individuals is نسبة الأفراد الناتجة، ببص كده ألاقي معظمهم capital letters، يبقى ده على الأغلب هيحمل الصفة الدوميننت. بس في بس ملحوظة على السؤال، هو قال لنا إن الدوميننت تريت في البي فلاور بلانت ده بيبقى لونها بينك، هو بس الخطأ هنا إنه بدل ما يكتب كل كلمة بينك هو حاطط مكانها بيربل. تمام. فهنا النسبة هل هيطلع 3 بيربل وايت بينك ولا 100% بيربل ولا 100% وايت ولا 1 بيربل و 3 وايت؟ هما هيطلعوا 100% بيربل اللي هي بينك. تمام. طب ايه اللي ياكدني؟ نحلها مع بعض يا شباب، نحلها مع بعض علشان نشوف كده. اهو انا عندي التركيبين، ادي البيرنت اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي كابيتال مع اي كابيتال اي كابيتال اللي هو بي كابيتال بي سمول. ساعة تكوين الجاميت البي كابيتال دي نلغيها وناخد مرة A كابيتال B كابيتال ده جاميت و A small B كابيتال ده جاميت، وهنا هلغي ال A كابيتال وهاخد A كابيتال دي مع البي كابيتال مرة وارجع اخد ال A كابيتال مع البي small. طيب لما طلع هنا الاوف سبرينج الاول مع الاول من هنا هيديني A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال اللي هو بينك، ليه؟ لاجتماع ال A كابيتال والبي كابيتال مع بعض. طب الاول مع الثاني هيبقى A كابيتال A كابيتال B كابيتال B small برضو هيطلع بينك. طب لما اخد ده مع ده يبقى A كابيتال A small B كابيتال B كابيتال هيبقى بينك عشان اجتماع ال A وال B كابيتال مع بعض. ده مع الاخير هيبقى A كابيتال A small B كابيتال B small برضو اجتماع ال A كابيتال وال B كابيتال هيخليه بينك، فكده بينك بنسبة 100%. بس هو ما كتبليش بينك، هناخدها اللي هي بيربل ونصلح بدل كلمة بيربل دي نخليها بينك. طب ليه؟ لان هوريها لكم هو برضو عشان تكونوا مقتنعين لو انتوا مش فاكرين يعني، والمفروض ان احنا فاكرين يا شباب احنا في مرحلة ريفيجن، بس هوريها لكم على اساس تكونوا ايه برضو عارفين ان هي بينك مش بيربل. اهي بصوا معايا التركيب اللي بيبقى فيه اي اي كابيتال مع بي كابيتال بيبقى لونه بينك. تمام. طيب خلصنا من السؤال ده، نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو نمبر 11 ونركز مع بعض. بيقول لي the following diagram represent dichotomous key، ده مفتاح تصنيفي for the classification of two groups of marine organisms، مجموعتين من الكائنات البحرية. which of the following donated by the number 1 2 3، بيسألني مين 1 و 2 و 3 اللي موجودة عندي، فاحنا هنبتدي نشوف. بيقول لي المارين اورجانيزم ماشي، في منها 1
وده جو لس ما عندوش فكوك، يبقى اكيد وان عنده فكوك، يبقى نختار ويز جو. ويز جوز بفكوك هتلاقيها نمبر بي نمبر دي. نكمل تو، بيقول السكيلتون ده هيكل وبعدين ده الراي فيش. الهيكل بتاع الراي فيش اللي هو نمبر 2 كارتيليجينس، يبقى نمبر 2 ده كارتيليجينس سكيلتون، موجود عندي في الانسر نمبر بي. طب سكيلتون طبعا اللي فوق ده بوني سكيلتون. البوني سكيلتون في منه اللي هو بريس باي سكين اند لانج زي الفروج، وفي منه اللي هو زي البوري اللي هو بيتنفس باي جيلز، بيتنفس بالخياشيم، يبقى بريس باي جيلز او ويز جيلز، موجود عندي في الانسر نمبر بي. يبقى تاني الكائن الاول ده طالما ده جوليس يبقى ده ويز جوز، طالما ده السكيلتون بتاعه اللي هو الراي فيش نمبر 2 كارتليجينس فيش، يبقى السكيلتون هنا هيبقى بوني، اللي هما السكيلتون بوني في منهم بيتنفس بالسكين واللانج زي الفروج، فيهم نمبر 3 زي البوري، البوري ده بيتنفس باي جيلز. تمام، يبقى الانسر نمبر بي. نيجي الكويشن نمبر 12 نشوف كده مع بعض. 12 بيقول لي which of the following chromosomes are smaller in size in the karyotype of human sperm. انا عندي السبيرم ده ممكن يبقى 22 بلس اكس وممكن يبقى 22 بلس واي. تمام، فاحنا ممكن فممكن اي واحد منهم. طب انت عارف ان البير اوف كروموزوم اللي هو اكس اكس او اكس واي بتحط بياخد رقم 23، بس هو في الحقيقه المفروض على حسب السايز يجي بعد الكروموزوم بير نمبر 7، يعني هو اكبر من ال8. فانا عندي هنا ده بيمثل لي 6 تمام، و23 بيجي بعد ال7 تمام، واللي هو فيه الاكس او الواي تمام. وهنا اللي هو عارفين ان الواي صغير، بس هو ما حددش نوع السبيرم، قال السبيرم وخلاص، فممكن يبقى 22 بلس اكس او 22 بلس واي. طب وعندنا ال8 كمان، كل دول اللي هما 6 و23، ال6 ده حجمه كبير اكبر واحد، وبعده ال23 عشان هو بيجي بعد ال7 وبعده 8. احنا كده في ترتيب ايه؟ ديسندنج، تنازلي على حسب الحجم. يبقى اصغر واحد هنا وبيسالني على الاصغر في الحجم هيبقى نمبر 19 تمام. طيب النمبر 13 هنا بيقول وين هيموفيليك مان مارد تو ا هيلثي وومن زي هاف دوتر ويز هيموفيليا. يبقى الهيلثي مان كان تركيبه اكس اتش كابيتال واي، اما الوومن علشان جابت بنت عندها هيموفيليا فهي هيلث اه ولكنها كارير اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول. فبيسالني ايه هو الجينوتايب بتاع البيرنت، انا خلاص اخترت ان هو الميل، الميل يكون هيلثي والفيميل تكون كارير، يبقى اول تركيب هو بيقول لي لا هيموفيليك، هيموفيليك مان، سوري يا شباب، هيموفيليك مان اهو، الهيموفيليك مان اكس اتش سمول واي، اكس اتش سمول واي مع الفيميل اللي هي الكارير اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول، يبقى الانسر عندي نمبر سي، لان فعلا البنت اللي الدوتر اللي بتيجي مصابه تبقى البنت الهيموفيليك دي اكس اكس اتش سمول اتش سمول، فبتكون اخذت الاكس اتش سمول من الاب والاكس الثانيه اتش سمول من الام. تمام، طيب نكمل. عندنا هنا question number 14 بيقول لي the fungi are similar to plant except in the الفانجاي شبه البلانت ما عدا في ايه؟ النيوكليس، لا هما الاثنين ايوكاريوتيك. الموفمنت الفانجاي والبلانت هما الاثنين ما بيتحركوش. الموبايل، السيل وول اه طبعا، لان السيل وول بتاع البلانت بيبقى من السليولوز، اما السيل وول بتاع الفانجاي هو قال لي من اللجنين، بس في مراجع بتقول ان هو من الكايتن، وقلنا نمشي تبع دي لان دي موجوده في الكتاب بتاع العربي تمام. لكن الريبرودكشن الفانجاي ريبروديوس باي سبور، وفي نباتات زي الايه زي الاديانتم والفوجير برضو ريبروديوس باي سبور. الحته دي برضو انا وريتها لكم في فيديو قبل كده وهوريها لكم تاني علشان بس تبقوا عارفينها. بالنسبه للفانجاي هو قال لي في الكينج دام فانجاي، بصوا معايا كده شباب، ان السيل وول بتاعها بيتكون من اللجنين، بس ده مش موجود في الكتاب العربي. اللي موجود في الكتاب العربي ان هو بيتكون من الكايتين اللي هي كايتن اللي هي موجوده عندي هنا تمام، اللي موجود في الريفرنس. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده، ده بقى كده بيتكلم عن السي كويستشن، بيقول لي وات از ذا برسنتج اوف هيلثي تشيلدرن وود بي ريزلتد فروم اداون ميل مارد تو نورمال فيميل. اولا السؤال مش علينا في المنهج، هو ما عليناش ان لما داون سواء الميل او الفيميل يتزوج من حد نورمال النتيجه هتبقى ايه، بس اللي انا المعلومه اللي عايز اعرفها لكم ان الميل بتاع داون والفيميل بتاع داون بيقدروا يتزوجوا تمام، بس الخصوبه بتاعه الانثى اللي هي الفيميل داون بتبقى اعلى طبعا من الميل داون. طب هنا حاله التزاوج حصلت
ما بين الميل داون مع نورمال فيميل، ساعتها يبقى نسبة احتمال انجاب هيلث تشيلدرن هتبقى 50%. يبقى اقول له هنا نسبة 50% هتطلع معايا هيلثي تشيلدرن، ودي تقدروا طبعا تعملوا سيرش، لكن ده مش سؤال امتحان لان هو مش في الدرس. طيب عندنا the last question بيقول لي هنا what is the result of the absence of binomial nomenclature in classification. طبعا هم العلماء وضعوا نظام التسمية الثنائية اللي هو الموحد اللي هي يونيفايد نيمز، اسماء موحده وكلها ساينتفك، على اساس يبقى اي ساينتست في اي دوله يقدر يتكلم على نفس الليفنج اورجانيزم. لكن هنا هيبقى في ديفيكالتي، صعوبه في التعرف ودراسه الكائنات دي، فانا هقول له هنا there is will be سوف يكون او سوف يوجد difficulty difficulty هيبقى فيه صعوبة in identifying identify أو identification عادي في التعرف and studying ودراسة studying living A living organism. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كده احنا خلصنا يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، بلفت نظركم ان شاء الله. السنة الجاية هيكون من الترم الجديد في سنة تانية هيكون في شرح، لان مفيش شرح على اليوتيوب عملته للترم. انا كان عندي شرح للترم التاني، مفيش شرح للترم الاول، هنعمل شرح الترم الاول، وكمان هيكون في هيبقى اونلاين وهيكون باشتراك بسيط. تمام كده يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.